والله جالس عنده الحيوان ليه كل محني شافني. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرتة، مقطع جديد. في هذا الفيديو راح نلعب لعبة الميت بضوء النهار. كيف اشرح لكم الاسم؟ كيف طبعا يا شباب اللي ما يعرف هذه اللعبة، اما انك تكون قاتل او انك تحاول انك تنجو من القاتل. لذلك في هذا الفيديو راح اجرب اني اكون سيرفايفر. اذا كن حبيتم اللعبة راح اجرب الفيديو الجاي اني اكون قاتل واذبحهم. طبعا زبدة اللعبة انه لازم تحاول انك تشغل محركات عشان يشتغل نور والقاتل يموت وخلاص. هي بس فلذلك خلونا ندخل جيم ونشوف ان شاء الله نحصل جيم بسرعة وندخل نلعب ونجرب اللعبة لأول مرة. فهيا بنا لنحلق. ايوه بدينا. طيب ابغى اعرف التحكم، ما ادري حتى كيف التحكم. اوكي شباب السلام عليكم، كيف الحال، اخبار العلوم؟ طيب كيف اجري اوكي ايوه كذا اجري. ايش سوي؟ ما ادري ايش سوي. اجاني لا انذبحت انا اول واحد. لا ايش اسوي؟ هي ما ادري، على طول اجانا ساعدوني. ايش اسوي؟ ريكفر. ايش ذا؟ ايوه ساعدني، اصلي كبير. هرب ورايا، والله ورايا، شكله ورايا يا جماعة، ورايا شكله. ايوه يلا انا ساعدها كان يا رجال. اجلس ضاغط. ارجوك ورايا الحيوان، ورايا الحيوان دف هذا يا رجال. اسحب كم يا رجال، اعطيها وضعية الحشرة، وضعية يلا اندعس خوي، اندعس خوي كبير وحش، والله اندعس خوي برضو. هاي انا خلاني اطلع ارجوك. اطعنت في القواعد الان، عرفت، بديت اعرف القواعد ان شاء الله. هذا يجري، هذا كذا، هذا نزل اقرب حاجة عندك، هذا اول واحد يلا سوي. اوكي يلا سوي ان شاء الله، ان شاء الله انا ان شاء الله سوي. هذا تمام. اوه هرب. اوكي ساعدوا خوي، ساعدوا يا رجال. ايش ابغى؟ اهرب. ارجوك يدورها الان. الله كبير يا بندر، كبير يا بندر. ازبين ايش صار؟ ماتش ريزولت اسكيبت، يعني ذحين فزت ولا خسرت ولا ايش بالضبط؟ الان بدينا رحلتنا في عالم العجائب. ولكن ان شاء الله انا ساتي اصلح معكم. نعم ساصلح الثلاثي، الفريق الثلاثي اسميه. هذا الفريق الثلاثي احنا. يا رب اول محرك صلح يا رجال، صلح انت، ما في خوف من كثير. اوكي راح امشي معاهم. ابغى ادخل معاه. سلام كيف؟ صلح ايش ذا؟ خوف. انا فجر. معليش صديق ان شاء الله، هذا 100 ان شاء الله. شيل يا رجال. اوكي يلا. الله كبير. اهرب الهبور الكبير.
صلح بسم الله. اوه ماما كاليندرا هذا. هرب يا رجال. لازم كلب ورا خوي. الله يرحمك. انا ما في. انت ايش يبغى؟ صاحب هذا موت انت موت. الله ازين ده والله جالس عنده الحيوان. ليه كل محني شافني هربي من دره. اهرب. اوكي. اوه وراي. اوكي. السلام عليكم. شافني والله ما شافني الحيوان. اوكي. ايوه. انزل خويي انزل. ايش صار؟ هاي يا رب ما يراني. يا رب ما يراني يا رب. والله اقول لكم الصدق وربي ما انا فاهم اي حاجه في اللعبه. اللي فاهمه انه شغل مهرج عشان هذا موت وخلاص. بس الزبده اللي عنده بي سي ويعرف اللعبه ضيفني على هذا الحساب. يا رب اني ما انسى اني احط الاسم. ثاني فيديو للعبه راح اكون القاتل واذبحهم كلهم وانتقم لنفسي. اوكي الزبده لا تنسون تعطوني لايك وتكتبوا لي كومنت ايش يعني تبغون العب وكذا العاب غيرها. ونشوفكم على خير. في امان الله. السلام عليكم.